المخابرات المغربية تجنب فرنسا حمام دم. مناسك العمرة ستقتصر على الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا. الأمن يتدخل لمنع مسيرة الأساتذة المتعاقدين بالرباط. 6 دول عربية تسمح بإقامة صلاة التراويح ودولتان تمنعانها. نظام المساهمة المهنية الموحدة موضوع اجتماع بعمالة أسفي صباح اليوم. عرض إخباري جديد من أسفي جود، أهلا بكم. قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية بتاريخ فاتح أبريل 2021 معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي والشي كان سيستهدف مكانا للعبادة بفرنسا. وبحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 4 و3 أبريل الجاري بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش. وسجل ذات المصدر أنه تم في هذا الإطار اختار السلطات الفرنسية بوقت كاف بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان للعبادة محدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. أعلنت السلطات السعودية أمس الاثنين أنها ستسمح فقط الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان لها إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة سيكون بدءا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين. وأوضحت أن التصاريح ستمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعاف من الإصابة. وتابعت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة. وبينما أكدت الوزارة على تويتر أن هذه الإجراءات ستطبق خلال شهر رمضان فقط، لم يحدد البيان على وكالة الأنباء الحكومية المدة الزمنية واكتفى بالقول أنها ستبدأ في اليوم الأولي من رمضان. بعد قرابة ساعة على انطلاق مسيرة ما الاحتجاجية بالرباط، تدخلت قوات الأمن لمنع مسيرة الأساتذة المتعاقدين. وانطلقت المسيرة اليوم الثلاثاء 6 أبريل من ساحة باب الأحد، وكانت متوجهة نحو مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأظهرت صور ومقاطع فيديو وبث مباشر بعدد من صفحات الأساتذة المتعاقدين على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل إصابات في صفوف عدد منهم خلال تدخل قوات الأمن. وتأتي مسيرة اليوم في إطار دعوة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي دعت إلى تنفيذ إنزال وطني بالعاصمة ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء 7 أبريل. ويخوض الأساتذة المتعاقدون وطر الأكاديميات كما تصفهم الوزارة الوصية إضرابا وطنيا لمدة 4 أيام بدأ يوم أمس الاثنين 5 أبريل وإلى غاية يوم الخميس 8 من نفس الشهر. ويعيش قطاع التربية الوطنية على وقع احتجاجات مستمرة آخرها إضراب وطني نفذته يوم أمس الاثنين النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشهد تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط.
بات قرار إقامة صلاة التراويح من عدمها الشغل الشاغل للمسلمين حول العالم، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي جاء للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية فرضتها الجائحة. واتجهت بعض الدول لمنع إقامة صلاة التراويح داخل المساجد خوفا من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما فضلت أخرى إقامتها ضمن تدابير احترازية مشددة. ولحدود الساعة أقرت 6 دول عربية وهي السعودية، الإمارات، الكويت، والعراق، ومصر والجزائر بإقامة صلاة التراويح في المساجد ضمن ضوابط وتدابير استثنائية ومشددة في وقت منعت فيه الأردن وعمان إقامتها. وما زال المغرب من بين الدول التي لم تحسم بعد في قرار إقامة صلاة التراويح من عدمه، إذ يرتقب أن يتم ذلك قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ارتباطا بتطورات الوضعية الوبائية داخل المملكة. احتضنت عمالة أسفي صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا ترأسه عامل الإقليم الحسين شينان، وحضره كل من ممثلي التجار والمهنيين ومقدمي الخدمات ومهنيي سيارة الأجرة الصغيرة، ومسؤول عن مديرية الضرائب ومدير صندوق الضمان الاجتماعي بأسفي وممثلي بعض الوزارات المعنية بالإقليم. واستغرق هذا الاجتماع قرابة 3 ساعات، حيث تم الوقوف على كل كبيرة وصغيرة بخصوص النظام الضريبي الجديد، المساهمة المهنية الموحدة. وقد سلط الضوء خلال هذا الاجتماع على العديد من النقاط التي كانت تقضي مضجع التاجر والمهني بخصوص هذا النظام الجديد، خاصة التخوفات الكبيرة لدى العديد منهم بسبب جهلهم لأهم ما جاء في هذا النظام الجديد. وقد دعا العامل شينان الجميع إلى ضرورة الانخراط في هذا المشروع الملكي لما سيكون له من نتائج إيجابية ستساعد التجار والمهنيين على ضمان العديد من الحقوق وتجاوز بعض المحن، خاصة تلك المرتبطة بالصحة. هذا الاجتماع خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الحاضرين من التجار والمهنيين بعد الشروحات والتوضيحات التي قدمها كل من مسؤول مديرية الضرائب ومدير صندوق الضمان الاجتماعي. جانب من ارتسامات المشاركين في هذا الاجتماع لميكروفون سامي بن سليمان. عبد الغني نغيوي رئيس فيدرالية التجار أسفي. كان هذا الاجتماع صراحة اجتماع إيجابي ومثمر، كانت فيه مناقشة جادة، ومن هذا المنبر كنشكروا جميع، كنشكر السيد العامي صاحب جلالة الإقليم أسفي اللي وضح بزاف الأمور اللي كانت غامضة في هذه المساهمة المهنية الموحدة. أيضا كنشكروا السيد مدير دار الضرائب ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبهذه المناسبة كنأكدوا أن هذا اللقاء وضح بعض الأمور اللي ممكن التاجر بهذه المناسبة كنوجهوا له رسالة، أن غادي يكون واحد اللقاءات مع جميع الجمعيات المنضوية تحت الفيدرالية من أجل المزيد من الشرح والتفصيل في هذا الموضوع. وشكرا لك. أي الحاج خالد ناطق الرسمي باسم فيدرالية التجار مدينة أسفي. كيف شهدتوا معنا اليوم اللقاء كان مع عامل صاحب الجلالة على مدينة أسفي السيد شينان، مشكورا على الوقت اللي دوزناه ومجموعة ديال الشروحات. كذلك كانت معنا هناك فئات، مجموعة من رؤساء المصالح ديال الدولة، وهذا الشيء كله في إطار تقريب مؤسسات الدولة من فئات هيئات المجتمع المدني من تجار وصناع إلى آخره. الحمد لله والشكر لله، اليوم كان لقاء مثمر في إطار توضيح مجموعة من الملابسات وتوضيح هذا القانون الجديد اللي هو المساهمة الوطنية. وشكرا للجميع. إلى هنا متابعينا نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري قدمناه لكم من صافي جود. شكرا على المتابعة، في أمان الله.